السر في كراهة
الصلاة في معطن الإبل، يعني موضع بروكها عند الشرب. قالوا إن بعض الإبل الذكور يخرج منها عقب البول مني، يخرج منها مني بعد إيه؟ بعد البول. ومن هنا كرهت الإيه؟ الصلاة في معاطن الإبل. ورد طبعا في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، إنها من الشياطين، أي فلا يبعد أن تصحبها الشياطين وتكون إيه؟ مبارك الإبل مأوى للشياطين. ولذلك الإبل حينما تغضب يعني كأنها شياطين. الجمل مهما كان حليما لكن عندما يغضب يصير كالشيطان، وهذا شيء معروف عند أرباب الإبل. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نام هو وأصحابه في وادي من الأودية وتعبوا تعبا شديدا وناموا حتى ايقظهم حر الشمس كما في حديث البخاري، فلما استيقظ صلى الله عليه وسلم قال: ارتحلوا من هذا الوادي فان به شيطانا. هذا دليل على ان الشياطين يعني تكون في اماكن معينه ومنها مبارك الابل. فكرهت الصلاة بمعطن الإبل، يعني أن الأفضل أن الإنسان إذا كان مثلا صاحب إبل لا يصلي في مكان البروك، يعني من غير فرش، خلي بالك، لكن اللي يفرش فرشة طاهرة لا تكره الصلاة في المبرك، في مبرك الإبل، ولكن هو بيتكلم على إيه؟ على الأرض، مكان البروك، لكن اللي يفرش خلاص يبقى خرج من الايه؟ من الكراهه. لكن ان عللت الكراهه بوجود الشياطين يبقى اذا حتى لو هيصلي على فرش طاهر يبقى ايه؟ يخرج بعيدا عنه. وكرهت الصلاه بمعطن ابلهن. قال: وأعاد إن صلى فيه بوقت مطلق لعدم أمن النجاسة، لعدم إيه؟ أمن النجاسة. يعني إن صلى على أرض مبرك الإبل وجاء سائل بأن معهم السلام يقول له أعد الصلاة إذا كان الوقت باقي، إذا كان هذا الوقت يبقى إيه؟ الصلاة إيه؟ صحيحة. دايما الإعادة في الوقت لما الفقهاء يقولون يعيد في الوقت تبقى الإعادة إيه؟ مندوبة. لكن حينما يقول يعيد أبدا يبقى الصلاة إيه؟ باطلة. عشان هذا الفرق بين الإعادة في الوقت إن كان وقت اختياري أو وقت ضروري، الإعادة مندوبة. أما حينما يقول يعيد أبدا يبقى الصلاة إيه؟ باطلة. قال: وأعاد إن صلى فيه بوقت مطلقا وإن أمن من النجس أو فرش فرشا طاهرا تعبدا على الآخر. يعني إذا قلنا إن العلة تعبدية لأنها تكون مأوى الشياطين، يبقى حتى لو صلى على فرش طاهر يعيد في الوقت لأن العلة تعبدية. لكن إذا قلنا إن عدم الأمن من النجاسة يبقى يعيد إيه؟ يعيد في الوقت. ده إن صلى على الأرض يعيد إيه؟ يعيد في الوقت. ثم قال: وكرهت
الصلاة بكنيسة المراد بها متعبد الكفار، نصارى أو غيرهم يعني من اليهود، يعني حتى البيعة أو الكنيسة أو لليهود أو النصارى تكره الصلاة في المكان الذي يتعبد فيه الكفار مطلقا، قال عامرة أو دارسة، يعني سواء كانت شغالة يعني هم يتعبدون فيها أو كانت متروكة دارسة يعني أنها قديمة لا يدخلونها، قال إلا إذا نزلت الكنيسة لضرورة كحر شدة حر أو شدة برد أو كثرة مطر أو خوف عدو أو سبب، يعني مسافر بالليل زمان كانوا يسافروا بالليل ويمشوا، فكانوا يمرون على يعني البيع والكنائس والأديرة إن كانت مهجورة أو عامرة، فهنا لو كان في شدة برد أو شدة حر في النهار أو كثرة مطر ويريدوا مكان مسقوف يأوي تحته أو خوف من عدو لص مثلا قاطع طريق أو خوف من وحش أو سبع في الطريق، فدخل الكنيسة فأدركته مثلا صلاة الصبح أو صلاة الظهر والعصر مثلا في النهار، يقول إذن فلا كراهة لأنه لجأ إليها للضرورة، قال حتى ولو كانت عامرة، لأنه اللجوء إليها للضرورة الحرب أو البرد أو المطر أو خوف العدو أو خوف السبع، ولا إعادة عليه إن صلى بها، يعني إذا لجأ إلى الكنيسة أو البيعة للضرورة وصلى بها لا إعادة عليه وصلاته صحيحة، إلا إذا صلى بعامرة، يعني صلى كنيسة عامرة يعني زي ما نقول احنا ايه شغالة مش خربانة بلغتنا، يعني هذا معنى العاملة والدارسة، العامرة اللي هي لا يزالون يدخلونها ويتعبدون فيها، والدارسة متروكة ومحجورة، إلا إذا صلى بعامرة ونزلها اختيارا لا اضطرارا وصلى بمشكوك في نجاسته لا بمكان تحققت او ظنت طهارته، قال ففي الوقت يعيد بالخلود الثلاثه خلاف الاطلاق على الاعاده، يعني اذا نزل كنيسه عامره ونزلها باختياره وصلى في مكان فيها مشكوك في نجاسته أو مظنون، يعني يرجح أن الأرض دي نجسة، يعني لم يصلي على شيء طاهر إنما صلى في مكان وهو يشك في طهارته أو يظن عدم طهارته، يبقى هنا يعيد في الوقت، يعني الصلاة صحيحة لكن يعني بعد خروجه منها، ان كان وقت باقي يبقى يعيد الصلاه، الوقت انتهى يبقى لا يعيد الصلاه في الوقت، بالخلود الثلاثه الكنيسه العامره ونزلها اختيارا وصلى في مكان مشكوك في طهارته او مظنون الطهاره، لكن طبعا اللي ينزل الدارسه يعني الخربان غير يعني متعبد فيها ونزلها اضطرارا وصلى على مكان طاهر اذا لا اعاده، ان الشروط الثلاثه انتفت. ثم بدا الشيخ يتكلم عن حكم دم
الخلص عن الثوب والبدن والمكان. قلنا يشترط في صحة الصلاة طهارة الثوب، ثوب المصلي، وبدنه ومكانه. فطبعا دم الرعاف طبعا يخص البدن ويخص الثوب. فبيقول الشيخ هنا قال: وإن رعف قبله ودام فإن ظن استغراقه الوقت صلى، وإلا أخر لآخر باختياره أو فيها. فإن ظن دوامه لم تمادى وأومى إن خاف ضررا أو تلطف ثوب لا بدن، وإن لم يظن فإن رشح فتله بأنامل يسراه العليا، فإن لم ينقطع فبالوسطى. يقول: لما كان دم الرعاف من الخبث المنافي لصحة الصلاة كان له أحكام تخصه، شرع في بيانه. طبعا الرعاف هو ايه؟ سيلان الدم من الأنف لضعف مثلا في الشعيرات الدموية في الأنف، وهذا يحصل كثيرا عند الناس وخصوصا في أيام الحرب الشديد أو عند زيادة ضغط الدم، برضه يؤدي إلى الرعاف. نسميه احنا النزيف، يقول لك جاله نزيف من ايه؟ من الأنف. فله أحكام، لأنه أحيانا الإنسان ينزل منه الدم قبل الصلاة أو في الصلاة، فبين حكمه في الصلاة قبل الدخول فيه، ثم حكمه بعد ايه؟ الدخول في الصلاة. حكم الرعاف قبل الدخول في الصلاة. قال: شرع في بيان حكم دم الرعاف مقسما له أولا على قسمين. أشار لأولهما بقوله: وإن رعف من يؤمر بالصلاة، أي خرج من أنفه دم قبلها، أي الصلاة، أي قبل الدخول فيها، سواء كان راشحا أم سائلا أم قاطرا. لأن الرعاف أنواع، فيه راشح يعني يرشح لا يتجاوز طاقته الأم، الذي يدوب الطاقتين دول فيهم أثر دم، لكن ما فيش سيلان ولا يقطع، لا يسيب ولا يقطع، وإنما لا يتجاوز طاقته الأم. أما السائل ده نازل كتير طبعا، والقاطر هو زي ما بنقول احنا النقط كده تنزل كل شوية نقطة كل شوية نقطة. طبعا ودام رعافه، أي استمر، يعني الدم يعني أحيانا ينزل ويتوقف، وأحيانا يدوم السيلان والرشح والقطر. فيقول: ودام رعافه، أي استمر، فلا يخلو الحال إما أن يظن استغراقه الوقت، وقت الصلاة كله، يعني وقت الصلاة الاختياري، أو يظن أنه ينقطع مثلا بعدها نصف ساعة، بعد ساعة، بعد ساعتين، المهم انه هينقطع يعني. وده بالتجربه، يعني واحد متعود بيه، يعني عارف ان مثلا الرعاف بيجي مثلا من الظهر، يستمر ساعه ثم يتوقف، يبقى ده الحكم ايه؟ ينتظر حتى ينقطع الرعاف، لانه ما يصليش بالنجاسه ما امكن. فإن ظن استغراقه الوقت
هيستمر للعصر من الظهر الى العصر، يبقى هنا هيصلي اول وقت. زي اليائس في التيمم اللي عارف انه مش هيلاقي ميه اخر الوقت، يبقى ده يتيمم في الظهر ويصلي، لانه عارف انه مفيش ايه؟ مفيش ميه هتنزل، اسمه اليائس، فيصلي اول الوقت. لكن الراجي يأخر لآخر الوقت ولو قبل العصر مقدار 4 ركعات. فكذلك في الرعاف عارف انه ايه؟ هيستمر الى ان يؤذن العصر، يبقى اول ما يؤذن الظهر يتوضا ويصلي على حالته التي هو عليها، ان كان راشح او قاطر او ساجد. فما فيش فايده ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقته، فيصلي على حالته، لأنه إذا تعذر الأمر سقط. إحنا قلنا إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني ما يكلفش إنه مين اللي هيرفع الدم؟ الذي أنزل الدم هو الذي يرفعه. يعني رفع الدم ده ليس بيد الإنسان، إنما هو من الله سبحانه، وإذا مرضت فهو يشفي. يبقى إذا ظن أو علم أنه يدوم كل الوقت يصلي أول الوقت، وإن ظن أنه ينقطع آخر الوقت يؤخر الصلاة. لكن مش لغايه اذان العصر، لا، لغايه ما يؤدي الصلاه في وقتها الاختياري ولو بمقدار 4. فان ظن استغراقه الوقت صلى اول الوقت، اذ لا فائده في تاخيره. لانه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في البخاري: اي الاعمال افضل؟ قال: الصلاه لوقتها. الصلاه لوقتها افضل من الجهاد في سبيل الله، وافضل من الحج المبرور. حديث البخاري: اي الاعمال افضل يا رسول الله؟ قال: الصلاه لوقتها. قيل: ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم اي؟ قال: حج مبرور. انظر الى منزله الصلاه في اول الوقت. فان ظن استغراقه الوقت صلى اول الوقت، اذ لا فائده في تاخيره. ثم ان انقطع في الوقت لم تجب الاعاده. هو صلى اول الوقت ثم انقطع الدم اخر الوقت، لا يعيد. ليه؟ لان الصلاه وقعت صحيحه. وقعت صحيحه، والصلاه اذا وقعت صحيحه لا تعاد. من يامره بالاعاده؟ قال: لا يعيد الا بامر جديد. والشارع لم يامره بان يعيد مره اخرى ما دام الصلاه وقعت صحيحه. زي مثلا اللي يصلي قصر في الطريق، يعني أذن الظهر وهو جاي من القاهرة مثلا، فصلى قصرا في الطريق، ثم جاء قبل العصر منه، ما نقولوش قاعد الايه؟ الصلاة حاضر، لأنك أنت وصلت في وقتها، لا، خلاص. ليه؟ لأنها وقعت ايه؟ صحيحة. بس بعض الناس يسأل أعيد الصلاة ثانية، لأن أنا صليتها في الطريق قصرا وأدركت هنا وقتها الاختياري قبل العصر، أعيد الصلاة ثانية؟ هي وقعت صحيح. ولا صلاتين في يوم كما قال عليه الصلاة والسلام. لا صلاتين في يوم يعني الجنس واحد. بل وإلا يظن استغراقه الوقت بأن ظن قطعه فيه، يعني بعد ساعة أو بعد ساعة ونصف أو بعد ساعتين، أخر وجوبا. كل ده بالتجربة، يؤخر الصلاة وجوبا.
لآخر الاختيار، يعني يؤخر الظهر إلى ما قبل العصر، ويؤخر العصر إلى ما قبل اصفراد الشمس، إلى آخر كل شمس بيضاء بيضاء قبل أن تصفر الشمس. الشمس بتبدأ تصفر قبل المغرب بساعة إلا ربع. بأن ظن قطعه فيه أو شك أخر وجوب تأخر الاختياري بحيث يوقعها في الاختياري. طيب هو أخر وجوبا لكن لم ينقطع، لم ينقطع الدم، قال وصلى على حالته إن لم ينقطع، يعني مظن الانقطاع وسط الوقت أو آخر الوقت، يبقى هيأخر لآخر الوقت. جاء آخر الوقت استمر الدم سيلان أو قاطع أو راشع، يبقى هيصلي على حالته الموجودة ولا شيء عليه وصلاته صحيحة، لأن هو طبعا أخر لأجل الانقطاع ولم ينقطع، يبقى ما فيش حل إلا إيه؟ الصلاة على حالته التي هو عليه. لكن لا تصح مقدمة إن هو راجل انقطاع، زي اللي راجل ما وصلى بالتيمم أول الوقت صلاة بطل، لأن ده يجب عليه التأخير، فلو قدم تبقى صلاة بطل. خلي بالك من المسائل الفقه يشبه بعضها بعض. قال ولا تصح إن قدمها، لعدم صحتها للنجاسة مع ظن الانقطاع أو احتمال الانقطاع، زي اللي يصلي بالتيمم وراجل في ماء هديج هيجي ماء آخر الوقت، لأن الراجل فلم تجده ماء فتيمم وهو راجي الماء، راجي هيجي له ماء، يبقى الراجي أو الذي يظن ظنا راجحا أن الماء سيأتي يبقى يجب أن يؤخر. كذلك الذي يرجو انقطاع الدم أو يشك فيه يجب أن يؤخر، لأنه داخل تحت الضرورة تقدر بقدرها، لأن الصلاة بالدم دي ضرورة. الفقهاء قالوا الضرورات تبيح المحظورات، ولازم تاخد معاها تاني قاعدة ايه؟ الضرورة تقدر بقدرها، ولازم تاخد معاها قاعدة تالتة، كل انسان موكول الى ضميره في تقدير ضرورته، يعني الضرورة دي يقدرها مين؟ صاحب الضرورة، مش بفتوى، لا، الله اعلم بيه. انت صاحب التجربه، انت المتعود بهذا. ولذلك اللي ينزف اول مره يبقى يستنى، ولعل وعسى ينقطع الدم، يعالج نفسه، يحط ميه مثلا، يحط ميه بارده على الراس مثلا، او يسال الطبيب ايه اللي يوقف الدم، يتعالج الاول ويؤخر، يأخر لآخر الوقت. والله إذا انقطع الدم بها ما تبقى دي عرفنا إن هو بينقطع آخر الوقت، لقيناه استمر يبقى خلاص عرفنا إن هو إيه؟ لما بيجي يستمر. يبقى لما يكون عرفنا العادة إن هو مستمر يبقى هنصلي إيه؟ أول. يبقى إذا ده حكم الرعاف قبل إيه؟ قبل الدخول في الصلاة. إن ظن أو شك في الانقطاع آخر الوقت يجب التأخير، وإن ظن أو شك أنه لا ينقطع قدم وجوبا أول الوقت، ولو قدم وانقطع الدم بعيد لما يمشي. ليه؟ لأنها وقعت صحيحة. ده ملخص المسألة. قال ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله أو فيها، يعني أو رعف في الصلاة،
فلا يخلو أيضا إما أن يظن نفس الحكم، إما أن يظن دوامه لآخر الوقت المختار أو لا. فإن ظن دوامه له تمادى في صلاته وجوبا على حالته التي هو فيها، زي الحكم هو تأكد أو ظن أنه يدوم وهو قبل الصلاة، هو بيصلي أول الوقت ثم رعف جاءه نزل الدم النزيف نزل، يبقى عنده عادة، هو عادة أنه يستمر لآخر الوقت، يبقى ده يكمل الإيه؟ يكمل الصلاة على حالته التي هو عليها. ولا فائدة في القطع، هيقطع والدم دائم يبقى لا فائدة في ذلك. لكن يقطع في حالة واحدة، إذا خاف على المسجد من إيه؟ من التنجيس. ما لم يخش من تماديه تلطخ فرش مسجد كما قال الشيخ. ومثل الفرش البلاط، يعني فرق بين الحصير أو الفرش الآن المكت أو السجاد أو البلاط، يعني ما بقولش البلاط سهل إيه؟ يعني مسحه. قال العلماء لأنه التلطيخ بالنجس حرام، لا يجوز التلطيخ بالنجس. زي ما ذكرنا في باب الطهارة أنه يحرم دخول المسجد بشيء متنجس، قال حتى ولو كان زيتا لإنارة المسجد، إلا إذا كان المصباح خارج المسجد والنور داخل المسجد. يعني ممكن نحط المصباح اللي فيه زيت نجس أو غاز نجس خارج المسجد، يبقى يعني المصباح خارج والضوء داخل، ولا لابد من إيه؟ من تطهير المسجد، لابد. ولذلك لو خشيت تنجيس المسجد قطع ايه؟ الصلاة صونا لطهارة المسجد، يعني حافظ على طهارة ايه؟ المسجد. فإن خشيه خشية التنجيس يعني التلطخ ولو بقطرة، قال قطع صونا له من النجاسة. ساعات تلاقي واحد عمل خط في المسجد، دم يلعب مش فاهم الحكم، تلقاه حتى ماشي مش عارف حتى يمسك انفه وهو خارج عشان ايه؟ يحفظ المسجد من التنجيس. فتلاقيه عامل ايه خط، خصوصا عاد دلوقتي في السجاد والوكيل، يعني صعب التطهير زي ما انت شايف كده، وبر السجاد وبر الوكيل، فالدم طبعا ايه؟ يعني بيركن تحت، مشكله كبيره جدا يعني. فهنا يجب يعني يجب صون المسجد عن النجاسه، يبقى ده لازم يقطع، ولا يعني خصوصا السائل والقاطر، انما الراشح لم يتجاوز ايه؟ فقط الانف، لكن السائل ده طبعا لا شك انه هينجس الثياب وهينجس المسجد. ويؤديها الراعف صاحب النزيف يعني بركوعها وسجودها ان لم يخش ضررا، يعني الراعف او صاحب النزيف يصلي بركوع وسجود ما لم يخش ضررا، لكن ان خاف الضرر عارف انه لو ركع هيزيد النزيف او سجد هيزيد النزيف، يبقى يعمل ايه؟ يومئ براسه. معروف عند الاطباء كده انه يعني اللي عنده نزيف ما يميلش، لانه يعني
بيزيد ضغط الدم فبينزل الايه؟ دم اكثر. يبقى ده حكمه ايه؟ انه يسقط عنه الركوع والسجود. يعني هو واقف يعمل ايه؟ سمع الله. ده كله محافظة على ايه؟ عدم زيادة نزول الدم. ويجلس بعد ما يركع برأسه ويوم إمام خفيف. يعني بعض الناس يجي يوم يجرب من الركوع. الإيمان معناها الإشارة بس. مش تميل رقبتك كده اهو. ده مش إيمان. الإيمان إشارة بس. يعني إشارة بس للركوع. إيمان. يعني إشارة خفيفة. لأنه مهما يؤمن هو مؤمن. يعني مهما يشيل براسه يعني كده اهو زي كده واحد. لأنه الركوع لازم إيديه تحصل ركوع. أدي معنى الركوع. لكن مهما يؤمن هو إيمان. ما دام إيديه ما حصلتش الركب يبقى إيمان. بس يعني الإيمان هو مقدار مدة الركوع. نعم؟ الإيمان بتاعه هو مقدار مدة الركوع بس يعني عشان ما يبقاش سريع يعني. لا يعني تبقى ناقل. يعني هو برضه في الإيمان هيقول سبحان ربي العظيم سلسلة. يعني هيقول الله سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. بس. لكن كده يبقى بطل. يعني زي اللي ركع ورفع. يعني واحد ركع ثم رفع. قال سبحان الله سبحان ربي العظيم وراح رافع بطل. فلا بد من الطمانينه حتى ولو بالايمان. وكذلك في السجود يجلس ثم ايه؟ يؤمن للسجود من جلوس. برضه اشاره فقط. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي الله اللهم سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي الله ويقف. اقل اشاره لخوفا من زياده النزيف. ده بالنسبه للسائل النزيف السائل او القاضي. وأومى للركوع من قيام ولسجود من جلوس. اللي ما يفهمش في صلاة المريض تلقاه ايه؟ يؤمن للركوع والسجود وهو واقف. لكن لا، هو اللي ساقط عنه الركوع وساقط عنه وضع الجبهة في الأرض السجود. لكن الركوع يكون من قيام والسجود يكون من جلوس. وأومأ إن خاف ضررا في جسمه من زيادة المرض يعني زيادة النزيف أو حدوث النزيف. يعني هو عنده رشح وعارف انه لو ركع او سجد هيسيب الدم واقف. خلي بالك من المسألة. يعني واحد حس بدم باقي في انفه فلو ركع او سجد يزيد. يبقى برضه ده يؤمن للركوع وهو واقف ويؤمن للسجود وهو جالس. ده حدوث نزيف اكثر. يعني في رشح لكن لو ركع او سجد زاد. او تاخر البر. يعني تاخر الشفاء. يعني الطبيب مثلا قال له امنع الركوع والسجود مثلا لمده اسبوع. اخبار الطبيب الحاذق المسلم
يعمل لعدم حدوث الايه؟ النزيف. يعني وعند رشح نزيف بسيط. فالطبيب قال له لو ميلت الإمالة دي تخلي النزيف يعني يزيد أو يستمر. لكن لو تركت الركوع والسجود كم يوم مع العلاج هينتهي. وبرضه بالتجربة. يعني واحد مثلا لو ركع وسجد بالنزيف يعني يتأخر البر. يبقى يوم من الركوع من وقوف والسجود من جلوس. هذا في حالة يكون منفرد أو خلفي أو مأموم. لا فرق بين أن يكون مأموما أو منفردا. واحد حكم واحد. إذا كان إماما معناه يختلف. أما إذا كان إماما طبعا لا يجوز له أن يعني يصلي بالإمام، لأن من شروط صحة المأموم من شروط صحة الإمام أن يكون قادرا على جميع الأركان. هو طبعا عجز عن الركوع والرفع وعجز عن السجود والرفع، يبقى عجز عن أربعة أركان. يبقى لو حصل له في الصلاة رجع وصلى ودخل ايه؟ واحد مكانه يستخدم. يعني دايما الإمام إذا حصل له عسر يمنعه من الوقوف أو الركوع أو السجود يستخدم. يكون مأموما لأنه من شروط صحة الإمام أن يكون قادرا على جميع الأركان. دي مهمة جدا. أو خاف تلطخ ثوب يفسده الغسل. يعني لو واحد مثلا يلبس ثوبا لا يغسل على سبيل الفرض، يعني على سبيل الفرض افترض العلماء دائما الشيء البعيد البعيد الحسن. يقول لك يعني لو خاف من الركوع والسجود وهو راعف تلطخ ثوب يفسده الغسل. في بعض الثياب يعني تغسل مثلا بالبخار ما تقبلش الغسل بالماء. اذا خاف على هذا السوء من الفساد اذا تلطخ بالدم يبقى في الحاله دي ايه؟ يومئ أيضا من الركوع والسجود. وأومأ إن خاف ضررا أو خاف تلطخ ثوب يفسده الغسل. لا إن خاف تلطخ بدن. طبعا تلطخ الجسم لا يخاف منه لأنه لا يفسد الغسل. قال فلا يومئ لعدم فساده بالغسل. يعني لو واحد بيصلي مثلا بإزار من السرة إلى الركوع ولو ركع أو سجد هيتلطخ صدره بالإيه؟ بالدم. قال هذا يصلي بالركوع والسجود لأن تلطخ البدن يسهل إيه؟ غسله. مفيش ضرر. لكن قال وإن لم يظن دوامه لآخر المختار بل ظن انقطاعه فيه أو شك فلا يخلو إما أن يكون راشحا أو سائلا أو قاطرا. احنا طبعا الحكم الأول هو رعف في الصلاة وظن أو شك أو علم أنه يدوم
آخر المقدار يصلي ولا يقطع، يصلي ولا يقطع. ولو كان سائلا أو قاطرا ما لم يخشى تلطخ المسجد، فرش المسجد فيقطع صونا للمسجد عن النجاسة، ويومئ للركوع والسجود إن خاف حدوث المرض أو زيادة المرض أو تأخر الشفاء. يومئ للركوع من وقوف ويومئ للسجود من جلوس. ده حكم من إيه؟ ظن دواب اللسيف والرعاف لآخر الوقت فهيصلي، لكن بالشروط اللي احنا قلناها، هيصلي بركوع وسجود اذا كان مثلا راشح، فالراشح ده الركوع والسجود لا يضر، الا اذا علم انه لو ركع او سجد زاد يبقى يوما وهو واقف للركوع ويوما وهو جالس للسجود. ومثل خوف المرض أو زيادته أو تأخر البعد، الخوف على فرش المسجد أو الخوف على الثوب الذي يفسده المسجد يومي أيضا.